بخير، وش فيك؟ خوفتني. لا لا ما في شيء، بس ذاك الرجال مساكين شكل عنده صرع، ورحت أشوف وش فيه. حنون وإنساني. توك ما شفتي شيء؟ بصراحة يا مي أنا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير. مي أنا معجب فيك من زمان، وحابة أتزوجك وأفكك من نواف وغثاه، وخليك تعيشين حياة ما عمرك عشتيها، وخليك حرة وطليقة ومستقلة. ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي. مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي، البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها. بس بسألك سؤال، عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا؟ ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنتي. بنات مي انخطبت. تستهبلين، شوف سنابها وريني. اوف اي والله غريبة، ما علمتنا. جراني عنها مسوية يعني اني خايفة ننضلها هي وراسها. سلامتها. وراء وما قالنا هالجحود، صح عليك وراء وما قالنا. هدوا هدوا يا عيال لا تشدونها، انا عارف ياسر أكيد الموضوع جاء سريع سريع عشان كذا ما علمنا. صح عليك يا عامر، ياسر ما يغب علينا شيء. حبيبي الكلام ده غير صحيح، لو فعلا ياسر يعدنا أصحابه وأخوانه أول ناس ندري إنه بيتزوج، ولا المفروض استشيرنا بيتزوج مين. استشيرك أنت؟ أنت أبوه؟ لا. أخوه؟ لا. عمه؟ لا. خالة؟ لا. أخته؟ لا. أجل ضف وجهك. صح عليك يا عامر، ضف وجهك. القم بيبي، عادي أروح الاستراحة اليوم؟ عادي يا قلبي، سوي اللي تبينه، أنت تامرين أمر. ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني. طيب يا مي أنا أبي أعرف شيء واحد، ليش ما قلتي لهم للحين؟ في كم واحدة من البنات حسودة وما أبي أقول لهم لين نتزوج، وأنت بعد قول بنت عمي بنت خالي، خل نسوي لهم سبرايز. خلاص أبشري، تامرين أمر يا قلبي. بنت خالتي. مبروك يا السور، والله سويتها. طب ليلك عليك، منك المال ومننا العيال. زي ما زينت ما شاء الله. كيف تشوف تجربتك في الزواج، فاشلة ولا ناجحة؟ ما بعد عرست يا درج، زواجي الأسبوع الجاي، بس المعذرة منكم يا شباب، ترى الزواج راح يكون عائلي. وأحلى احتفالية الأحلى مي بالدنيا بمناسبة خطوبتها، فرحت لك من كل قلبي يا أمي. كيوت. Thank you.